طاوله يلا مركل يا برامج كني فرنقين تجمع معها برامج كن تدبات كن بفرنقين تجمع معها كن كوي قلنا أريمه هي ذلك كن هو لحديري ونسي ودني فرنقين هو ده يو حكى هيستو ده طبعا أي كم تاي أنت إذا ماذا بريه وجود مي هذا هاي أنت حق جنا إذا لسي وإيك هتر تنور كودي وصاك العطاري إن وحيالها كله هو جدا من حان كلا في رأينا وحيال على ويق إنه سي ودست الدولة نمذا يمعني هذا يا دولة سي أشقيان يا معارضك مركة قاركوت سي أشقيان وحن كلا فن قين دولنا دولتنا الصومالية هل كي مرسها هل كي أصعتها هل محلقة قبطي محا هاري أريم هاسي أيان كفن قين دولنا فهم جودنا وحن كبح دولنا دولة نمذا وضدك الصوماليات أي دائر وبدينهن أي سن عالفن دولة دي هرة هذا ترى قاركوت لقيا بيني كتشها وريران وحيالها إسراف رافع يا مروال با صوت ولايا طبعا دوشن القمها لو حارة بارتو مركو رئيسة إنان كوب لعبه إن مر والبا وأنا وعندها إن وحار وين فهم جود مركو أورا إيسه إنت إن كل صفحة فردي ميديا مر والبنك سي ور بعدين تور فردي ميديا ور مركو أورا إيسه ور بعدين سوماليات ور بعدين سوماليات معناه هذا ماها إن عن سومالي نهري تام معناه هذا كليا ما وايد ضد ضمبا سوماليات سومالي ودم ت سومالي وما شقيسه ضد ضمبا يعني هذا نود ور بعدين قارو إذا أنا يبتشرت لكن سد سومالي ولا وذيه وقف والبد سبو أركا سومالي لماذا لكن سأنا جور بعدين سوماليات وحن كوضع مر والبا وربعين ت سوماليات وحي أُشن شردا دينا ع positive كور في الميديا وحن أُشن شردا دينا عوناك وحنات ولي بالدولة نمدة إن الدولة الصوماليات اللي هرو وحن ولي بعد الجواب إنه ومربع جيت كنا لقى شبان هنا لقى الله اللي هلا دولة الصوماليات صوبت أن صاوس مين أن مسؤولية جار كم حنا صار إن وربعين بان هري ضدنا وحي أركران وربعين تحلقو تلاقى لي ورسوي تبيس وياو ضدك الصوماليات وحي قانين وربعين شيء ليه هي أو وحي دعاء هل كسر يسكت لي هل كسر يسكت غب غبطي هل كسر دعائي أنت إفين تسكت عقلية سويت بس لكن سيد اسمها وربا أنت أدونك أيه وده ما ده مركب شقيان يعني صوم شقيان وحي قيب كان نقطة اسمها دولته وحي قيب كان نقطة وحبريست يتوسين تبلش هذا وحي قيب كان نقطة إلى علين تضلك إلى أنت ضلك سيد ضلك ولا مقرية وطن ضلك مقرية كلي أرجو إلى عليا مايا ضلك أفي أدم بوالجو إلى عليا أفكار أرجو بدن وأيه وإن بديسة عدة بوبسة إن حقك أنت عدة دنانس وانا دونس انا يقبسط وانا حقك انت عركيس عدة كحد قد بسوانا حقك انت وانا وضمضة دنها ليين حقك انت حدودي سددك دوني وانا حقك انت قناع سيقي سي خيراتك سددك فايدي سنة يدوني اني بابا وانا حقك انت هشي سيد قرسوديك وانا تصوى سارتا وعنا ووحا صورا دولة دي مدركة سوماليات ان اسكما في الله سيد رادت وحي اوبا هانتا يوربهين سوماليات وبربر قواته وانك كري هاين وأنا كشقيسنا نا شرور بان خبنا أما كامرة ذي إذا كر لوقا دي ما يهدي ذا لوبق لو ضرر دلس هارين إنين أحنا أما كامرة ذي هبلي هلك لقي ما يو شيت شيء قوم قوم إنسان وإذا كدو من هدي ذا العجنسين سدا سوور بهين ها أدونكم مشقيان واي ور بهين ها أدونكم مسؤولية دكوب هذا سارم وحوي ودلكو ذا إن أي هرت مركو رئيس الدولة أرك أي نقطة مركو دلك أو دولة دي ذو أتكاتو حدودها ودن كاغا للصور خيراتك ودن كاغا إلى عليو مدح وينها ودن كاغو النقضون نن يعني أول أود مدح وينها القشة جي وامحي أود مدح وينه ماها إنه حسن شيخ نقضي إنه فرماشر نقضي إنه خير هبل نقضي معني هذا ما وحاول ليش ارتجى يا وينك وودن كوا ليش ارتجى يا وين وودن كوا ودن يه عيد اللي مدح بناية حدودي السوقي خيرات السك عن تقوى استا وحصوصار لي عن تلي عرف كل لي هي دنيا سودن ورسي هو دي الحكومة بدي الحكومة مركز صاوح ونقرأ يا مدح بينها ده هاي سام حقلت كوجش هل كسرالك يا جماعة ودلع سنة حتى وتقوم سنة سامرك لكن مدح وينه وطن يبي يبا يا أو يعني وحي بنوكس كل دا داتين هين أو رنتي وانين حلم تهاي دوري إنه جري لسه لكن إسكت ده عجب كجري كل سلها هاي يعني يو العقد كل سلها هاي حتى بروسكي أم واحد دبيه ينسبارك ولي أنهيرين بو هر كاسي ولي سومالية لورا كرا وي جوكتي وحا لورا كرا هر كاسي ني جوكتو وحا نو كار كان ما سيدا مر والبا داد بداني اي سن افهن سنية دولة سيدا اني كولكتف ريسپونسيبليتي اي تا مسوليه دو ودريا دين اي تا سيدا را دور فرمي ليا مر والبا دا داوشان اقيم عالي وحاد كاتل اي قلي سان ولي جيدنا اي حانا سا دي بيدن واي انا وحا نوان وفرمي ليا قف ماها سوليبان حاشي ام حاشي جنر ياسيني سلطان محمدي عبد الشيد حسين جروب اونلي كليما و بلاتفورم يعني
kisa policy loo sameeyay policyga loo sameeyay lagu shaqeeyo anuu kama bixi karo policygas wariye kale kama bixi karo kuwa barnaamijyada galag soo tiraariya ama ha noqdeen ragga waaweyn Mustafa iyo raggaas maartay muhiimka Abdul iyo rag maartay dadka oo boorka warfarin video ku jira way badan yihiin bar waa iskiin bari doona insha Allah way warfarin video had dadka qarkood laga yaabaa inay platform xaashis kale yahay ma waa platform Soomaali oo dhan iska leedahay 10 qof baana maamulkeeda ku jira waxaana lagu shaqeeyaa qaab loogu talagalay inuu ku socdo qaabkaas uu marka uu ku socdo ee dabcan gurbaahintaas ay ku socotana waxa weeye waa inay noqoto warbaahin marka horeysa dhaxdhaxaada waxay dhaxdhaxaad ku xigta warkay dhaxdhaxaad ka laakiin aragtida dhaxdhaxaad kama hada idin sheegayaa boqti ee warka iyo aragtida kala duwan warbaahintana aragtideedu waxa weeye in dalka Soomaaliya dhinac aan wanaagsan loo kaxay in dawladda Soomaaliya geed kasto ka shalla qab in la yabyabo la itiibiyo kor loo qaado la soo yaani macmaco la shaqeeyo la toosiyo yaani wixii dabcan war wanis events oo saga mar walba ka dhaxdhaxaad hadii uu hadlo laba inkastoo isan horfar media marba country in dadka iska horkeento anagu aan jecleyn oo nin jawaabiyana keenaynin oo ay tahay waxyaalaha Soomaali baabiyay in laba nin oo magaalo wada jooga ama afar qof oo magaalo wada jooga maalin walba ay warbaahinta soo jawaabaan hadda policy-gaas anaga waxa si karan baan oo maareen kolka dawladda Soomaaliya mar walba waxa ugu celcelinaya waa arrimahaas iyo kuwa lamida oo badan oo dabcan aan mar walba in introduction ka sii doono Soomaaliya maanta marka runtii waxaa jira dawladuhu qaabka ay u shaqeeyaan waxa weeye waa hab dhismeed sida sadar aan idin leedahay platformkaas hadda aniga maanta hadii warar aniga tabinta wararka caalamka la iga wareejiyo oo nin kale loo wareejiyo la yiraahdo hashwood ka fadhiisanaysa nin kale lagu wareejinaya habkaas aanu tabinaya dadka qaarkood anaga habkan waa lagu talagalay habka falanqaynta isugu jirta iyo dhexgeynta loo tabinaya taqriirka habka taqaaneen ee qodobreedka ha loo tabinayo waayo policy-ga horfar miiri waa in la bedelo hadii la bedelana waa la idin sheegayaa laakiin macnaha waa hab yaalla dawladda lagu sheegaya markaa waa hab noocaas oo kale istaraatiijiyadda dawladda iyo madaxweynaha cusub iyo kii hore waxyaalaha 180% way isku raacsan yihiin ama in ka badan waxyaalaha waa laga yaabaa xilalka inuu madaxweynuhu dad kale u xusho waana sax xisbi hadda tusaale ahaan madaxweyne xasan sheekh xisbigiisa ayuu dawladda ka buuxiyey waa sida ugu saxsan Soomaaliya dhibaato lagaga saari karo waana sida dawladaha caalamku ay u dhaqmaan xisbiyada caalamku saas u dhaqmaan madaxweynuhu aad iyo aad buu waliba anigu aan ugu mahadcelinaynaa waxyaalaha ana amaba adii ahaan u aaminsanahay inay dowladnimada wax taraan bay ka mid tahay in madaxweynuhu uu si toos ah u maamulo dowladdiisa oo aad wanaag iyo maaragtay wanaag iyo maxay dhahaan iyo xumaanba ay yeeshaan team wada shaqeynaya teamwork yacni teamwork ayuu madaxweynuhu keenaya dad isfahmi karaan oo dad badan baa hadirto ka xanaaqay dulwa qaar baa mucaarad ku noqday waxay moodayeen in mucaaradku ku wada guuleystay doorashadiino xasan sheekh maxamuud baa la doortay madaxweynaha la yiraahdo xasan sheekh maxamuudna wuxuu aaminsan yahay platform la yiraahdo UDP oo urur ah oo hab ah oo dabcan weli xisbi muu noqon laakiin dees dabcan xisbi hadda noqonaya wuxuuna aaminsan yahay wax leedahay team iyada oo goboladii iyo wixii la waafajirayo buu haddana wuxuu sameeyey hab maaragtay dabcan way ka dhex muuqataa dad kale soo magacaabo dhan wada aragteen ra-iisul wasaarihiina xisbigiisa uu keenay ra-iisul wasaarihiina wuxuu keenay nin maxaatay uu ka dhigay permit secretary-gii nin xisbigiisa ah xisbiga aamiin madaxweynaha ka mid ahaa oo jaamacadda madaxweynuhu macalin uu ahaa oo waxaas waxay muujinayaan waddankeenu inuu dhinaca dimuqraadiyad iyo dhinaca maaragtay xisbinimada u dhaqaaqay waana taata la doonayo hadhowto in ay noqoto mabaadi'din weyna ka baxdaa qabiil انت قبيل تاغنت اي مبدا اقو قبيل تاغن يا تاغنت غير هبل نين كلا وخبا كوما دورن نين كلا وخما سي كرتي نين كلا وخما تراي وخا كلو جيره ماركا دد بدن وخاي ادي اد مالمي ودمي تضبدي مالمدي وخاينه هيستي هادلدي هوري مدخينو عيدمدا يي ماركو معارض كا او كاشيغاي وخاينه هيستي دد ساي سوغو جوابايا وخاينه هيستي ولوليال كلا يي دد كلو ايغونا اويو او حدنا والدين هو لا وا 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 كانو عيالكاي وا حد هل in qaar waxa soo dhana hadba Soomaalida xumaan taraya dawladnimada Soomaaliya xumaan taraya labada qole ee arinta kale abaabulayaana midna u dareemayaan mid waa sax in madaxweynaha waxa la yiraahdaa take a look wixii documentation ee mucaaradku markii hore dawladda xilligaas jirtay ku dhaliili jiray waa caadi in la sheego laakiin sida loo sheegay inay xumaan noqonin oo aan laga dhigin mashruuc
baa wanaagsan ee la yiraahdo hadalkaas uu khaldana hadal qaran ma ahayn hadalkaas oo kale in la saxa wanaagsan laga digtoonaado oo loo qaato laakiin in la isku jajawaabo oo kuwana yiraahdaan haye waalidkii baan anagu aaminsanay oo hadana waa soo hadal siino wax xasan waxba inama tarayaan dawladnimada Soomaaliya waxay u baahan tahay in la garab ba galo oo la duuduuc la riixo madaxweynaha loogu duceeyo lala garab galo lala shaqeeyo in mucaaradku waa iska sunne in ay dawladda markay jirto ku dhuujiyaan een habka ugu dhuujinayaan han noqoto een hab kale duwan oo inagu sidii mucaaradnimada u naqaano waa run qalad oo ka faansanayeen Soomaalida oo wixii national asset ka ama wixii de masiirka ummada ahaa iyo mararka qaar waxa isku khaladnaa ninkii meesha haystay ninka meesha haysta waa nin madaxweynaha wasiir farmaajo kale shalay buu ahaa maantana ma Xasan Sheekh Daraad buu ahaa shalay mu een Daraad buu ahaa shalay mu ahayn maantana uu yahay bal fiiri muhiimad bilina noqon maayo oo dadku ka badhmaatay isaga laakiin si macnaha si kastaba ha noqotee waxa lagu sheegay horta waa inta waa 4 sano oo wixii nool waxa dhig wareegaas marka laakiin waxa la doonayo haraya marba waa waa dalka xataa dad adigu dhimaato dalku ka dameenaya oo caruurtaada iyo ehelkaaga iyo waalidkaaga ay aymeen waxay dhaleen iyo wixii kale ay dhaleen iyo wixii ka dameeyay iyo Soomaalidi iyo umadiba oo si haras marka waxa la doonayo hadalada laga qoray in hadal fiican noqdaan oo adoo mucaarada oo dawladda waa inaad waxyaalaha ay ku wanaagsan tahayna qirta waxyaalaha ay ku xuntahayna waa inaad ka eegtaa waxay ka dhintay laakiin shaqo la qabtay oo xogteedu ay tahay xog military in aad iyo aad arintaas soo loo kor qaado maahay arinta ciidankaas Eritrea ee maanta la arkay quwadiisa iyo awoodiisa runtii aad iyo aad bay Soomaali madaxdeeda mucaaradka ah ay runtii ugu ceebobeen bal oran kara laakiin wax kastaa baa laga saxi karaa waa la hagaaji karaa haddii salaahan wadanka adduunka ugu mudmuraadsan ugu warbaahinta badan ugu transparent badan waa Mareykanka Mareykanka ciidamadiisa marka hawlgal loo qaado looma sheego in meesha ay ciidankaas loo diro haduu askarigu dhaawacmo ama dhinto baa la wadaagaa qoyskiisa qofka askariga marka la deploy gareynayo waa loo sheegaya waxa loo oranayaa tusaale ahaan Ciraaq baa lagu geynayaa baa loo oranayaa qofkaasi wuxuu u sheegaya qoyskiisa ku dhahay Ciraaq baa lagu geynayaa waxa laga yaabaa qofkaas marka Ciraaq la geeyo in laga bedelo oo kadina Japan la geeyo Japan marka la geeyo hawlgal ciidan baa loo dirayaa qofkii operation baa loo dirayaa tusaale ahaan ama waxa loo bedelayaa tusaale ahaan Djibouti oo kale hawlgal buu Soomaaliya ka soo fulinayaa askar Soomaaliya ku dhimaatay qoysaskooda marka dhinteen baa loo sheegay simple meedkooda loo soo celinayaa oo lagu soo wareejinayaa marka hore marka ciidanimada horta waa ciidanimada waa in la fahmo barnaamijka damaan ku eegna ciidanimada iyo shuruudaha ay leedahay gaarka waxaan marka hadirta rabnaa oo kaliya dawladda Soomaaliya hal laga shaqeeyo madaxweynaha iyo dawladda hal duuduuco wixii dalka sideedaba arintaas waa afaf wixii dalka khayraadkiisa iyo madaxbanaanidiisa iyo qaranimadiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan haynba madaxweynaha lagu taageero inta aad isan hayn anaga xitaa taawmad u qaadan oo dabcan haday dhacdo heshiis hoose waxaas oo dhan waan sheegi doonaa waan ka hadli karnaa laakiinse gabgab iyo kordhac iyo isugu waytlaan iyo mucaaradad iyo hadar in buuq dawladda lagu kiciyo la furo madaxweynu mucaaradadu waxa shalay to mucaarad kulul u soo noqday oo ciidamo hoggaamiyay oo dagaal dhaceen waxaas oo waa laga soo wadaayay hadda is the president when I'm into the your president why hadda tabaa madaxweynahaagi waa inaad la shaqaysaa hadii kale waye hadda tiraahdo okay isagu shalay to wuxuu ka laadlaaday dawladda anaga ka laadlaadaya maxaad soo kordhisay markaa waxaad soo kordhin waxaad uun aad marka aad leedahay shalay toole adiguna marka waxaad ahayn nin uun dawladda taageersanaa ama dawladda wax ka aha de maantana waa xulkibaad weeydi de isku midaatiin marka bal aduu ka wanaagsan oo bal aad boqof iyo anuu wadan iyo noqo maanta dawladda ma duuduu qaybta kale balan eegno barnaamijyada ciidamada iyo dhisitaanka madaxweynaha ilaa hadda wuxuu ka aaminsan yahay.